مباشره من بعد الموضوع ديال الخطبه ديالنا، كانت خطبه ماشي جواج، شفت انه شحال واحد يعني زاد شويه من هنا جات شويه من هيك، كانوا في العمره مع بعضياتهم. انا كنقول لكم لا، كنا مع والدينا هما كثر هالو كثر ارتبطنا معهم علاقه صداقه، لكن خطوبه وزواج لا ما كاين والو. كنوجه لهم تحيه لانهم اصدقاء تبارك الله طيبين، وكنتمنى نكونوا معهم دائما في اطار صداقه.